الأوكرانية وبابا من هون، وكل سنة بنيجي على بيت لحم عشان تيتا بتيجي عنا بتزورنا، فإحنا بنحب أنه نفرح بعيد المسيحيين ونشوف الأجواء حلوة وهيك. بتمنى أنه كل الناس يكونوا بالصحة والسلامة وفلسطين تتحرر وبتحقق كل الأحلام الناس. نحن كل سنة بنيجي هون بنشارك بعيد الميلاد وباستقبال البطرق، نحتفل بعيد ميلاد سيدنا يسوع المسيح. وطبعا أنا شعوري كتير حلو ورائع، لأنه نحن هون بلد بنحب السلام وبنحب نكون دايما مع بعض تآخي ومحبة. جينا اليوم على احتفال العياد، وحنا بتمنى الخير للجميع، نتمنى السلام لكل البلاد اللي فيها حروب من غزة وغيرها، وإن شاء الله الجميع عايد خير وكل سلام للكل.